السلام عليكم متابعين ومتابعات قناتنا انا شوبينغ اكادير، مرحبا بكم من جديد. فيديو جديد، فيديو ديال اليوم هو عباره عن عروض وميزات اللي دايراها مروه. جينا نكتشفوها مجموعين. اللي غيسولني اشمن مروه هذه مروه اللي كاينه في سيلا بارك ولا كاينه عند كارفور ولا في ادرار، كل واحد فين كيعرف انها كاينه. المهم جينا نكتشفوا اشنو دايرين في لي سولد. صراحه دايرين سولد خطيره البنات، والله العظيم الا شي حاجه واعره. يعني راه غادي تدي معاك غير 200 درهم، غادي تكسيك فريمون، غادي تكسيك 200 درهم، يعني لبسه كامله غتجيبيها ب 200 درهم. هذا مكان. المهم جيت نقول لكم الخبيره اللي قالوا، هذوك الخبيره الجديده هي ان مروه دايره سولد زوين واعر في منتوجات ديال في الحويجات ديال الصيف. كما كتعرفوا بان الصيف صافي ما بقى ليه والو نودعوه، غيدخلوا حويجات البرد، داكشي علاش دايرين تخفيضات خطيره في هاد الملابس اللي قلت لكم. وراه كتعرفوا اكادير الجو ديالو، يعني كتقدروا تلبسوا الحوايج ديال الصيف في البرد ما عندكمش مشكله. المهم هذا مكان، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم لا فيديو. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ليا تضغطوا ليا على لايك وتخليوا ليا تعليق، ولا ما كنتي مازال ما مشتركش معايا في القناه اش كتسناي؟ مرحبا بك معنا في عالمنا انا شوبينغ اكادير، ان شاء الله العالم اللي غادي ينفعك وغتستفدي منه بزاف من ناحيه العروض والهميزات. وديروا زر الاشتراك باش هكا دائما يوصلكم الجديد، ولا كنتو ما كتوصلوش بالجديد ديالي حيدوا الاشتراك ديالكم وعاودوا ردوا، وهكا غتوصلي دائما بالجديد. حاولت ما امكن نصور لكم لي برومو اللي كاينين، حاولت نبين لكم سلعه جديده كذلك، يعني واخا ماشي برومو ولكن كنبين لكم سلعه جديده اللي غادي نقول لكم هنا كخلاصه بان سنيد لا دايرين فيهم برومو واعر. يعني كانوا 150 درهم وكتلقاوهم ب 70 درهم حتى ل 50 درهم، وكذلك الصبيبطات وكذلك القويميجات. المهم كلشي زوين، خليكم حتى الفيديو المجي ان شاء الله، وهميزه جديده وعرض جديد.